إذن بعدما تحدث السيد عبدالسلام بالقشور عن ما يهم العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في موضوع ما تدارسه المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هناك شق ثاني تدارسه المكتب ويتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية ككل، بداية من المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية والذي حقق من خلال الإنجاز الذي حققه المنتخبان، المنتخب الأول ومنتخب أقل من 17 سنة. السيد الرئيس هنأ المنتخبين وعلى العمل الذي قام به بجميع مكوناتهما سواء من لاعبات أو من أطر تقنية أو كذلك من كل الفاعلين الإداريين الذين أنجحوا هذه المهمة بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بالنسبة للسيدات لأقل من 17 سنة في الهند وأيضا لأستراليا ونيوزيلندا بالنسبة للكبار. كما شكر أيضا شكرا جزيلا لكل الجماهير التي حجت بكثافة وأعطت يعني صورة حضارية وصورة مثلى بالنسبة للجمهور المغربي في هذه المناسبة، مناسبة تنظيم مباريات كأس إفريقيا للسيدات والتي ضمن من خلالها المنتخب الأول نهائيات ورقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وأيضا بالنسبة لكأس العالم الذي سيقام بالهند بالنسبة لأقل من 17 سنة. أيضا تحدث السيد الرئيس خلال هذا المكتب وناقش أيضا المكتب المنتخبات الوطنية والعمل الذي تقوم به المنتخبات الوطنية، وأيضا أعطى البرنامج المستقبلي بالنسبة للتهيئة للمنتخبات الوطنية، وأيضا قدم في نفس الوقت المدير التقني الجديد والذي طلب من خلال هذا المكتب أعضاء المكتب المديري وأيضا جميع الفرق للتعاون مع المدير التقني الوطني الجديد من أجل تطوير كرة القدم الوطنية. أيضا في خلال هذا الجمف تحدث السيد الرئيس فيما يخص موضوع الأطر التقنية للمنتخبات الوطنية، تحدث على النتائج التي تتحقق من خلال إيجاد يعني مجموعة من المكونات التي تسهر على تطوير كرة القدم بالنسبة لكرة القدم النسوية، هناك بيدروس وأيضا هناك محاولات جلب أيضا إطار تقني على مستوى عالي بالنسبة للسيدات لأقل من 17 فما تحت، نفس الشيء بالنسبة للرجال، فهناك المنتخبات الوطنية الأخرى، فإذا كان هناك استقرار على مستوى أقل من 23 سنة وأيضا المنتخب المحلي الذي يقوده السيد حسين عموتة للاستحقاقات المقبلة، هناك رؤية أخرى أيضا بالنسبة للمنتخبات السنية والتي ستكون فيها إعادة النظر كما أشار إلى ذلك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجاوة في نفس الوقت ورئيس لجنة المنتخبات، سيكون هناك إعادة هيكلة بالنسبة لهذه الفئات أقل من 15 سنة. أيضا أشار إلى أن هناك هيكلة أيضا على المستوى الإداري على مستوى الجامعة لمواكبة هذه التطورات الجديدة بالنسبة للمنتخبات الوطنية سواء على مستوى كرة القدم الرجال أو على مستوى كرة القدم للسيدات. بعد ذلك سيد الرئيس فتح نقاشا فيما يخص مستقبل المنتخبات الوطنية بعد أن أشار على أن المنتخب الوطني المغربي دائما فهو في استعدادات، الإدارة تقوم بدورها فيما يخص الأمور اللوجستيكية لكي يمر الاستعداد وكذلك التهيئة والمشاركة المغربية في كأس العالم بقطر 2022 من خلال إبراز مجموعة من الأشياء التي تهم الإدارة أو تهم كذلك الجوانب المالية. فبالنسبة للمنتخب الأول أيضا وباعتبار الرئيس السيد فوزي القجاوة أنه رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أحاط الأعضاء بكل ما يدور حول المنتخب الوطني وما يلف حول المنتخب الوطني والتهيئة وكذلك التأهل إلى كأس العالم، وأيضا هناك الأمور الأخرى التي تنتظر المنتخب الوطني المغربي. وبعد ذلك فتح نقاشا وفتح المجال لكل أعضاء المكتب المديري لإبداء الرأي فيما يخص المنتخبات الوطنية ومن ضمنها المنتخب الوطني لكرة القدم القسم الأول، فالكل أجمع كل واحد إلا وأدلى بدلوه فيما يخص الرؤية الخاصة بكل عضو من أجل اتخاذ القرار، هذا القرار الذي لحد الآن فهو محاولة والكل أجمع لأنه إيجاد أجواء هامة، أجواء هادئة للمنتخب الوطني المغربي في المستقبل، وهو ما أجمع عليه الجميع أنه اتفقوا على أنه ضرورة أن تكون هناك تهيئة أجواء يعني سليمة من قبل للأعضاء للجامعة وأيضا من جميع كل مكونات كرة القدم من أجل أن يتهيئ المنتخب الوطني في ظروف جيدة ومن أجل تمثيل المغرب أحسن تمثيل في نهائيات كأس العالم قطر 2022. شكرا.